فتجد مريضا نفسيا يكرهك بلا سبب، شئت أم أبيت هناك من يموت حقدا بسببك. ويا صديقي لا تسمح لأي إنسان كائنا من كان أن يستهزئ بك، فأنت لست بفاشل. وقل له كما تراني أراك، مهما كان مستواك، حياتك الشخصية خط أحمر، إياك أن تقبل الإهانة على نفسك في سبيل الحفاظ على زواج أو مال أو شغل. كرامتك رأس مالك، الله خلقك كريم، والله هو خير الرازقين، فلا تسعى لإرضاء أحد، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. لا تجعل همك هو حب الناس، الإنسان الذي يبني لنفسه مجدا لا يلتفت لكلام الناس. والله لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك لعشت حياتك كلها لله. فعليك بالتطنيش، فالتطنيش فن راق لا يتقنه إلا محترف السعادة. وإياك أن تندم أنك عاملت الناس بطيبة قلبك وصفاء نيتك. يكفي أن الله تبارك وتعالى يرى خالص نواياك، وعلى نياتكم ترزقون. ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية، ومن عاش بالمكر مات بالفقر. وضع هذا الكلام حلقة في أذنك، لا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا راد لقضاء الله وقدره، ولا سلامة من ألسنة الخلق. سيقال عنك ما ليس فيك. فيا حبيبي بالله عليك، إن لم تكن تعرفني فأكرمني بحسن ظنك. يا أهلين اتقوا الله فينا، ولا تقولوا عنا ما ليس فينا، اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. وفي النهاية أتمنى الشفاء العاجل للمصابين بمرض الغل والحقد والحسد وكراهية الخير للناس. اللهم من كان في نيته سوءا لنا فلا تجمعنا به يا ربنا، لا صدفة ولا حلما ولا واقعا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه، ومن أراد بنا شرا فأشغله بنفسه واصرفه عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير والسعادة على كل متابعينا، عاملين يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد وروتين جديد. هتقول لنا بقى النهاردة هتعمل ايه يا ميرو؟ هقول لكم بقى هعمل ايه، بس ياريت كده بقى تحطوا لأختكم ميرو كده لايك، دعم منكم ليا يعني، أمانة عليكم يعني، أنا حملتكم أمانة إن انتوا تحطوا اللايك يعني، أمانة في رقبتكم اليوم الدنيا يعني، إن أنا بقول لكم تحطوا اللايك. بصوا يا جماعه، انا النهارده بقى قلت ان انا هعمل النهارده بقى الوقفه. كل سنه وانتم طيبين، بس بقى الفيديو اتاخر عليكم شويه قبل ما نزل. عملت اول حاجه بقى، عملت بصلايه كده كبيره وعليها جزرايه وقرنين فلفل اخضر، ضربت الطماطم وحطيتهم عليها، حطيت مكعبايه وفلفل وكمون وكزبره، حطيت بقى الطماطم كده تطيب، فحطيت على عين اللي ورا. وهنا بقى جبت بصلايه وقرن فلفل اخضر، ما كانش عندي طماطم بقى ان انا احطها على الفراخ ديت، فاخدت معلقتين كده من التغذيه بتاعه المحشي، وحطيت بين الفراخ. كنت انا جايبه فرختين فعملت منهم واحده، حطيت بقى بشوح يعني الفراخ الاول كده بتبقى جميله يعني. حطيت مكعبايه شويه كمون، ذره فلفل اسمر بسيط عشان الفلفل الاسمر ما يزودش الشوربه، وسبتهم بقى يتشوحوا كده، وطيت عليهم. كنت انا هنا بقى غليت الميه، انا كنت طبعا صليت العصر ودخلت المطبخ. كنت هنا بقى الورق العنب، كنت انا جايباه من السوق معاكم. ورق العنب انا مش بنسلوه، يا دوب انا بغلي الميه كده وبنزلها عليه عشان كده بقى يغير لون خلاص بقى، عشان ما نهرش مننا. كان عندي اللوبيا، كنت بقى محتاره ان انا اعمل لوبيا ولا اعمل فاصوليا، اعمل لوبيا ولا اعمل بسله، فعشان كده ان انا ما سلقتها يعني، انا ما بسلقها عشان بنقعها في ميه كده واغيبها كده يومين قبلها بيوم، يا اما يعني بالليل ونقوم الصبح نعملها، او قبلها بثمان ساعات يعني، وما بنسلقهاش بتبقى جميله يعني. فعشان انا كنت متاخره وكده حطيت عليها ميه سخنه، وحطيتها بقى على البوتاجاز كده. خدت بقى هنا وزودت بقى الشوربه، كان الفراخ اتشوحت زودتها بقى شوربه، وحطيت لها الملح بتاعها، ووطيت برضو عليها مدام غلط بتوضع او توطي على الاكل، يخلي الاكل يعني معاك طعم حلو كده. هنا بقى كنت انا حطيت الرز، وهنا بقى بصلايه مبشوره، هنا بقى رشة شطه. هنحط بقى هنا المكونات بقى على بعض، و
هتقولي انت حاطه هنا بصل ني، ليه البصل الني بيدي المحشي يعني نكهه كده جميله يعني. حطيت برضو البهارات اللي عندي اللي هي فلفل وكمون وكزبره، وكان عندي مكعبيه برضو حطيتها. وكان هنا بقى جبت جزريه قطعتها كده شرايح، وهنا برضو بصل وبطاطس وفلفل اخضر بحطهم برضو في قعر كده الصينيه او البرام او الحله اللي انت هتعمليها. هنا بقى ورق العنب، انا بوريه لكم، بقول لكم ان الورق العنب بقول سلف على اللي يجيب سيرتي. ورق العنب يعني مش اللي هو يعني، بصوا يعني في ورقه كبيره ورقه صغيره. لو هنا ورقه صغيره بتحط ورقتين على بعض، بصي بتتني الحرف ده على الحرف ده وتلفي بقى هنا المحشي يعني. بصي هعمل لكم كمان صابع، انا كان عندي عزومه بصراحة كنت متأخرة وكده، لأن كان في ناس بيتخانقوا وقعدت اتفرجت عليهم جيرانا، فكنت اتأخرت وكان خلاص بقى العصر أذن ومش عارفة أعمل ايه. فقلت الواحدة يعني تعالي ساعديني في لفان المحشي، كنت برضو عاملة ورق عنب وكده، فجيت تساعدني بقى تعمله زي ما وريتكوا كده، اللي هو بقى تلفه زيه زي الكرومبي يعني. فانا قلت لها لا انا مش بعمله كده، فبقيت الف وراها تاني. قالت لي امال انت بتناديني ليه يعني، انت لما انت مش عاجبك لفي بتناديني ليه؟ قلت لها لا انا مش عاجبني لفك، لا بصي هو المحشي الورق العنب بيتعمل كده، هو كل واحد بقى طبع تبع يعني ايه، كل دار ولها مدار يعني، كل واحد حسب اللف بتاعه يعني. قعدت بقى لفيت، طبعا انا الصينيه تقولي انت هتعملي محشي كرنب وحشي ورق عنب في نفس الصينيه. بصي يا جماعه ساعات لو في لو في بدنجان ولا كوسه برضو هعمل كله في صينيه واحده وبيطيب، والله كله بيطيب. قعدت بقى هنا لفيت، طبعا انا عملت الاول اللي هو الصدر السطر الاول ورق عنب او كرنب بقى براحتك، بعمل سطر وسطر عشان لما نيجي بقى نغرف ما يبقاش صبع وصبع يعني، ناخد الصف كله احطه في طبق كده يعني. طبعا اللي انا البطاطس والجزر والفرشة اللي انا بحطها في الصينيه ديت في المحشي، طبعا لما المحشي بقى بيطيب كده كل الخضار اللي تحت ده بقى بيطلع كده على المحشي، ويخلي المحشي في حته تانية يعني، بيبقى جميل يعني. جربوا الطريقه دي. لفيت بقى هنا ورق العنب، بصوا هنا بقى الدور التاني اهو، انا لسه ما كملتوش يعني، هو تحت هنا ورق العنب واللي فوق ده اللي هو الكرنب. خلصت بقى هنا اللف، وقلت بقى ان انا اعمل بقى برام رز كده معانا، وطبعا عشان اللي مش هياكل محشي وعايز ياكل رز ياكل براحته يعني. شلت بقى هنا الصينيه، قلت بقى ان انا انزل بقى ان انا اولع عليه عشان اولع فيه هنولع يعني في الفرن الفلاح وكده. كان الكلام ده كنا الساعه 5:15 كده يعني، فطبعا انا مش باتن عند الفرن، انا اول الشرب اول ما اما المحشي والرز يغلي ببطل عليه نار واسيبه بقى ايه مع نفسه كده، وهطلع بقى احمر واشوف اللي ورايا يعني. رصيت هنا بقى الرز وصينيه المحشي. طبعا انا بعمل برضو المحشي ده في برايم يعني، بص يعني انت لو انت عايزه تعملي برايم بتعملي، عايزه تعملي في صينيه يعني براحتك يعني، تمام. لا اله الا انت سبحانك. هنا بقى ولحت بقى ليه، طبعا انت لما بتولعي حتى لو انت حبيت تعملي كانون جنب بيتك ولا حاجه وكده، بتحط عود بود يعني عشان ايه ما يدخنش. طبعا الدخنه ديت بتخلي الرز مدخن المحشي، فانت لما تحط عود بود كده مش بتكتم الفرن، تمام. طبعا انا بحط كده العود بخليه يلف في الفرن يعني عشان ايه ياخد برضو وشه، الوش برضو يحمر. طبعا لو في غلافه ولا في حاجه بحطها يعني من فوق يعني عشان تلف مع الفرن برضو وتدي وش، بس لما الرز يغلي يعني، تمام. كان بقى في الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا يعني مش هنضف قد كده، هنضف بقى بعد الناس ما تخلص دراسة عشان الناس هيدرسوا غلة. فناس بيقولوا لي يعني ايه غلة، في ناس بيقولوا عليها حب وفي ناس بيقولوا عليها غلة، تمام. فاحنا بنقول عليها يعني غلة، الغلة دي او الحب ده اللي احنا بنعمله منه الدقيق يعني، وفي ناس بيعملوا منه البرول، وفي ناس بيعملوا منه هو برضه هو اللي بيتعمل منه البرول وبيتعمل منه الشوفان، هي الغلة دي. هخلص بقى اولها على الرز وكده، وهنزل هجيب معاكم سبلاية كده من الارض هوريها لكم يعني، تمام. طبعا
ولعت بقى كده من تحت انا لحد بقى ما ولح كده. هو بقى العنوان اللي انا بقول لكم ان العنوان وكده العنوان اللي بيعجبني هو اللي انا بحطه، مش العنوان ده اللي بيعبر عن حياته ولا بيعبر عن حاجه. عادي العنوان بيعجبني بنجي حاطه. المحشي برضو شرب الشوربه بتاعته تمام. هنا بقى انا كنت المحشي بقى هنا زي ما شفنا الرز شرب اللبن بتاعه، ونفس الموضوع برضو المحشي. وهغطي المحشي بقى الرز ومحشي ومش هولع بقى تاني، هسيبه بقى مع نفسه كده ونطلع نحمر لحد بقى اقول القران ما يشتغل. يا دوب ماما محمر المغرب اذن في التلفزيون، فنزلت بقى ان انا ايه هننزل بقى نجيب عشان يبقى سخن. يعني احنا كده كده اصلا كنا قريب المغرب. يعني هنا بقى كان في ناس بيقولوا لي ايه الغله اللي انت بتقول عليها في الفيديو اللي فات، كنت انا بقول لكم غله اللي احنا بنزرعها يعني الناس هيدرسوا كده. بص كل اللي حوالينا زارعين غله، بس احنا زرعنا برسيم عشان الميز يعني ابي زرع برسيم غله للميز. بص بقى الغله هي بصوا ما طبعا بيسوبها في الارض لما فيها الحب. يعني في ناس بيقولوا عليها غلة، حب كده ناشف. ناس بيقولوا عليها حب، احنا عندنا بيقول عليها غلة. يعني بصوا بتدرس بقى الغلة دي شايفينها، فهي نشفت اهي يعني هي كده نشفت خلاص، هي بتبقى خضرة. بيعملوا منها البرغل وبيعملوا منها الشوفان التلفزيون شغال دي يعني، وبيبقى فيها ايه فيها الدقيق ده يعني لما بنطحنها بيبقى فيها الدقيق. يعني هنا بقى كنا المغرب طلعت بقى حمر مفيش وقت يعني، فكان كورونا المغرب بقى ايه اذن في التلفزيون كده زي ما شايفين. بقينا المغرب قلت بقى نجيب الرز بقى ايه والمحشي كده يكونوا سخنين عاملين ازاي، ونغرف بقى هنا المحشي. هنا بقى البطاطا اللوبيا. على فكره انا لحد السنه اللي فاتت ما اعرفش اللوبيا من الفاصوليا، يعني انا ما اعرفش اللوبيا من الفاصوليا لحد السنه اللي فاتت. هنا بقى غرفت كده الطبيخ وغرفت لحم الشوربه يعني كل واحد بيسيب حته من طبعا احنا كده. عندنا بصراحه بيحبوا الشوربه يعني اولادي بيحبوا الشوربه. غرفت بقى هنا اتنين شوربه، فحطيت لهم بقى كده طواجن بالليمون. طبعا لازم بقى ليمون كده كل طواجن ليه ليمونه كامله. وهنا بقى الرز هنغرفه هو كمان. بص الرز بقى فرق الرز كده. بصوا بص الرز شايفين الرز حبيت ما شاء الله يعني ما شاء الله عليه. طبعا الرز في الفرن الفلاحي ده او في البرايم كمان ده بيبقى حاجه تانية يعني. انا عظيم من الرز في البرايم احلى من العلوم يعني. انا ساعات بدس صينيه ساعات بدس البرايم، بس البرايم احلى يعني. انا بحبه حتى الطبقين هنا ورع عنب وطبق واحد هنحط بقى هنا طبعا نعزل طبعا الورق العنب لوحده لوحده. حطيت الليمون فقطعت كده ليمون على وش الكرنب كده من فوق على وش المحشي. حطيت بقى هنا طبقين ورق عنب. هو بقى كنت انا كده بقى وده بقى الفيديو كرنب لان انا بحب الكرنب ولادي بيحبوا ورق العنب. وانتم طيبين. وده بقى كان الفيديو بتاعنا والاكل بتاعنا بقى. كل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا معانا بقى في اللايك والكومنت. الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش بقى في اللايك والكومنت بقى الحلو اللي عجبني شجعني لو الفيديو عجبكم. كل سنه وانتم طيبين. ويا ريت بقى اللي وصل معايا لحد كده يكتب لي كده دعوه حلوه من قلوبكم يعني بان ربنا يكبر بخاطري. وكل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.